يا هلا وسهلا، اخوكم راكان ابو خالد. زي ما تعودنا راح نبدا حلقتنا اليوم، بس يعني احنا الف مره نقول انه ما هو برنامج طبخ هذا يا جماعه الخير. شيلوا لي هذا، لا وقدور كمان وسخه يعني، شيلوها شيلوها ما بقنا. فقلت لكم يا جماعه الخير احنا مو احنا برنامج طبخ، انا برنامج اجيب اصدقائي اللي احبهم اللي لي بيني وبينهم معرفه حلوه واناديهم عندي واقول لهم الله يحييكم واطبخ لهم بما اني عرفت انه اقرب طريق لهم معدتهم. اما ضيف اليوم يعني بصراحه يعني نجم من نجوم السوشيال ميديا واشتهر بلفهات الرهيبه حقته، انا عن نفسي صراحه مستانس جدا اني راح يكون ضيفي هذا اليوم محمد ويكون جنبي حق برامج ما شاء الله مرة كمل قدم اللي هو يعتبر احسن الاحسنين واقوى الاقوياء لا اسمع الله يخليك. انا مشكلتي اذا جعت والله توتر فابدا اطعن اي شيء قدامي كمان، يعني انت قاعد تقنعني حبايبي اي واحد تشيل والله ركان. والله من جد ترى بالنسبه للموضوع ترى مره جعان، يعني مو عشان تصوير. احلف انك ما اكلت ولا شيء في الطريق. سندوتش بسيط انت، ان البقدونس كله في اسنانك. تصبيق اقول لك سندوتش بسيط. ما عليك بضبطك والله بضبطك. ايش اليوم ايش طبخ؟ بس انا قبل كذا يعني صراحه انا في حاجه نفسي اقولها لهم. حلو. اللي تعرفوه عن محمد انه هو انسان خفيف ظل ودم وضحك وفرفشه وحركاته وعاد سناباته هو امه شيء يعني عالم اخر. كذلك له في الاكل وفي هذا، عنده فود ترك وحركات ويبيع في ايش تبيع فيه اصلا؟ ابيع انواع المكرونات بشكل عام. مكرونة. طبعا ثري فريند في القصيم عند الاستاذ الرياضي، حياكم الله. خلصت؟ ايوه. سوي طوط حبيبي، انا ما يطلع عندي كلام هذا. له دافع فلوس خالد لا أصحاب. ودافع لك فلوس على الحلقه كمان. والله ما دفع لي شيء. والله ما دفع لي شيء. ما دفعت ما دفعت. خلصت من الاعلان باقي. نقدم عندنا انواع الباستا. اوه باستا. ايوه. ايش حتطبخ اليوم؟ لا بس يعني جذبني انك تطبخ باستا، انا على بالي انه برجر ميني كيك. انت كل ما سمعت فترك تحسب الموضوع صغير. قدور وداعس ونسوي ذيك الحركه حق الجبنه. ايش بك انت؟ اسمه يا جماعه الخير، هو يقول انه يقدم باستا صح؟ حلو. ايش رايك اليوم انا اسوي لك باستا؟ تمام. وتجرب الباستا حقتي وتشوف، يعني انا صراحه ابغى تقييمك، انا عادي تقول لي مثلا باستاكم ألذ، بس احب انك تقيم. حتى لو طلعت حقتك حقول حقتك اعلان، يعني حقول تعبان. اخر قطره اعلان. لا اله الا الله. طب اسمع. تمام. فراح نبدا الطبخه ونسوي لك باستا محترمه كذا على اصول وصلاه. جاهز؟ تمام. بما اني كمان حق باستا وزي كذا حساعدك. اقول الموضوع مره سهل. لا مره ما ابغى اي مساعده، ترى انا عندي ماي كيتشن ماي رولز. مطبخي قوانيني ما حد يمسك شيء. احنا عندنا اول مقدار البصله حق تشيف دي. هذه حركات. طب بقول لك معلومه بالنسبه للبصل، جاتني رساله على الواتساب فيديو عشان عينك ما تدمع. والله من جد البصل. طيب طيب. يخلي الواحد والله ترق علي. والله ما قاعد اتريق. تتعلم ولا لا؟ لا بتعلم. تمام. ايش اللي يخلي العين تدمع؟ ايش؟ هذه العروق. طيب. فانت اذا جيت تقص هي تقص تقطع البصل، هذه لا تقطعها، هذه خليها هي اللي تخليك. هي اللي صدق جربتها قبل كذا طلعت صح؟ اي والله والله بس بتاكد اليوم. تاكد اليوم. طيب اوكي، انا راح اجرب الحركه اللي قالها الان. اعطيني السكين لو سمحت، رجع لي اياها. شكرا. ما اشوفك تمد يدك على. شوف يدي هنا شغل، يقول لك اطعن اذا انا جيعان. راح التوتر شميت ريحه. طيب حنقطع البصل اول شيء. طبعا عندنا الثوم كمان. طيب صح عينك دمع. ها شوف ها زي الفل. بسم الله عليه الرحمن الرحيم. عندك هنا الثوم حبيبي. كلها كذا؟ انا طفشت. اه تبغى كذا؟ كذا. طيب سوي جرب. ايوه. اه اوكي يلا اوكي. يلا قطع. طيب هذا بنقطعها طبعا، انت تجي من هنا. مخرج اعطينا موسيقى رومانسية لو سمحت. جرجير. تدري اني ما فهمت جرجير مين؟ بقدونس. العظيم ما فهمت بقدونس. عندنا بقدونس. كان دائما ترجعني سوبر ماركت. دائما اجيب لك شيء مختلف. على امك ما تبرد قلبي فيك الا امك. طيب سددت فاتوره الكهرباء الاخيره؟ اي والله 825.
الحين ترى هذه الطبخه اوكي، بس اصبر قبل نحن نصور الحين يا حبيبي استوي بالشيب ده. هذا رسم عسل، هذا مو طبخه. لا لا تصوره. اسمعني اقول لك، انت تحب التفاحتين ولا انا؟ يا حبيبي كات، وقف 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 الله يرجك. والله نمزح نمزح اقسم بالله. ايش تمزح؟ ما بها، ما حتطلع اصلا. وهذا يا حبيبي الطبق جاهز ومعدل. لا لا محمد، لا شوف انا شغل الامهات عندي، والله ما احب احد مدده. الحين بنجلس هنا بعد شويه وبناكل. خلاص تمام خلاص، والله بمسك من هنا من هنا ما يتوسع. حار ما ابغاك تنحني. اقول يلا اوكي جاهزين، احنا بننتقد الحين هناك وبناكل. بسوي الحركه اللي قلت لكم عليها دائما. طيب لا ايوه حروح حشيله معي حشيله. لا يلا قدامي الملعقه. لا لا امشي 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 امشي. حبيبي هذا الاكل وجهزناه. تمام ايوه. لا ايش اصبر اهدى شويه حبه حبه. احنا عندنا عندنا تحدي خفيف وظريف، والله خفيف مره. اذا فزت في ذا التحدي الصحن بما فيه حلالك يا محمد. انت مكلمني قلت تعال اطبخ لك. اي انا ايش سويت؟ رقصت لك؟ طبخت لك؟ هذا الطبخ هذا هو. شوف الطبخ حلو يعني في حلقه ثانيه اكل. لا لا نفس الحلقة نفس الحلقة. شوف وراك، شوف ايش مكتوب. مغامرات ايش؟ عدنان ولينا. ما في لينا، انت من فين قريت لينا؟ شوف ها مكتوب فوق فوق عدنان ولينا. اغنية البداية. طيب اغنية البداية احنا حنغني يا حبيبي بعد شوية اغنية عدنان ولينا ونهيص كذا مع بعض شويتين، نسترجع الماضي القديم عشان افوز باكل. عشان تفوز باكل. ايش الجائزة الحلوة دي؟ يلا شغل يا مخرج. اصبر دقيقة الجوال هنا. كل هذا كفر ما شاء الله. بطانية. هذا لو ارميه في راسك ما يصير فيه شيء. طيب. ضد الصدمات. لراسي ولا للجوال؟ خلاص يلا عدنان ولينا. طيب عدنان ولينا فكينا هذه. لا 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 شوف كفشتك. خلاص حنغني. والله خلاص ها. ايوه. اغني معاهم كامل ال هي كاملة الاغنية من غير عشان اكل مكرونة. عشان تاكل مكرونة. طيب اذا مثلت معاهم ايش اكل؟ يلا. هم أماني جمعتهم أماني. إيه؟ أمع كم أماني؟ مرتين مرتين كم أماني مرتين؟ هم أماني أماني حلوة حلوة وجميلة حلوة الصراحة. أيوة حلوة الصداقة. بينام حلوة جيعان. يلا عدنان عدنان يتحدى المصاعب. أيوة عدنان يتحدى المصاعب. أيوة كل حياته مصاعب صح؟ يتحدى المصاعب بدل الثعالب. وعدنان يتحدى الثعالب. عدنان اخر واحده اخر واحده. يلا عدنان واحد. عندي ذي عدنان 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 غالي. تيرينم عدنان 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 غالي. ايوه خلاص. لا لا اصبر لا اصبر ابغى الموال حق عدنان لينا هذا بصوتي. عدنان ولينا عدنان الله. يلا ناكل يا ام كذا. اصبر ما في تاكل على طول يا ركان. في تيكيت في الغرف. جيب لا لا ما بغرف لك نفسي اول. يلا اغرف لك انت اول. بغرف لك الحين وقول بسم الله. اصبر 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 انا اغرف لك زياده شوي. انا مسوي دايت. مسوي دايت حياتي انا الدايت. هذا انا لي النفسي. انت طابخ وتاكل ليه؟ بأرجع أغرفها ومسكها مرة ثانية وبأغرس وجهك في الصحن. خلاص آسف. شايفك. المهم يا جماعة الخير على جميع الكاميرات أقول لكم الأكلة طلعت مرة رهيبة ما شاء الله تبارك الله. والله ممتازة. تقدروا تطبقوها في بيوتكم إن شاء الله تكون الوصفة عليكم سهلة. مكثر الدجاج كمان. مكثر دجاج شغل الفوتراك حقك أجل. والله إني أكثر. بزنس تكثر دجاج. والله طيب. بس يزيد ريال. المهم أنا أقول لكم. والله انت مره شكلك قاعد يحزنني اللي ورا الكاميرا الرجال كذا. المهم انتهت حلقتنا. نشوفكم على خير وادعوا معايا يا رب. المخرج يقول كت. يا رب المخرج يقول كت. ادعوا معايا حبيبي. قفل كت يا حبيبي بناكل. انا بنبصق ذا الشيء. ايوه